حلقة جديدة أعزائي المشاهدين، بتجمعنا نحن وأنتو لمدة ساعة ونص من الوقت. بدي وجه تحية كثير كبيرة لكل اللي انضموا لنا وحابين يتابعوا معنا حلقة اليوم من صحتك بالدنيا، واللي رح نطرح من خلالها موضوع بيطال الكل إن كان كبار أو صغار، ورح ينضم لنا ضيوف واختصاصيين ليجاوبوا على كل أسئلتكم واستفساراتكم اللي عم تطرحوها إن كان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال على الأرقام اللي عم تظهر بأسفل الشاشة. أما هلا شو هو موضوعنا ومين هن ضيوفنا؟ موضوع حلقتنا هو مشاكل العين. سوف نستضيف في الاستوديو دكتور ربيع صانع اختصاصي في امراض وجراحه العين، دكتور مرام حكيم طبيب عام ومعالج نفسي، ونيكولا ناوس معالج فيزيائي. فاذا اعزائي المشاهدين مثل ما شفتوا بهالروبورتاج، امراض العين عند المسنين هو موضوع حلقه اليوم من صحتك بالدنيا. اذا كان عندكم اي استفسار حول هيدا الموضوع يا فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر، واذا كان عندكم اي سؤال حابين تطرحوه مباشره على ضيوفنا فيكم كمان تطرحوه من خلال الاتصال على الارقام اللي رح تظهر خلال الحلقه باسفل الشاشه. اما هلا خلينا نشوف نحن وانتم شو هي اخر الاخبار الطبية. أشارت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص اللي بعيشوا بمناطق بتقل فيها أشعة الشمس ممكن يواجهوا زيادة بخطر الإصابة بسرطان البنكرياس لأنهم ما بيحصلوا على كمية كافية من فيتامين دي. أشارت دراسة حديثة إلى أن المراهقين بيواجهوا خطر الإصابة بالأعراض النفسية الجسدية في حال وقع الطلاق بين الأب والأم، وأكد الباحثين أن المراهقين اللي بيعيشوا معظم الوقت من دون أب أو أم ظهرت عليهم الكثير من الأعراض النفسية. أشارت دراسة حديثة إلى أن ضبط النفس خلال مرحلة الطفولة بيترافق مع تحسن بفرص العمل بالحياة المستقبلية، ووجد الباحثين إلى أن الأطفال اللي بيركزوا انتباههم وبيلتزموا بالمهمات الصعبة وبيمتنعوا عن التصرف بطرق اندفاعية أو غير لائقة بيميلوا للحصول على أعمال جيدة بمرحلة البلوغ. بدي اقول لكم مشاهدينا اذا كنتم مصابين او عندكم اي مشكله بعيونكم فيكم تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه حتى تتواصلوا مع ضيوفنا بخلال هالحلقه، او كمان فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. اما هلا رح نرحب بضيفنا لليوم طبيب العيون ربيع الصانع اخصائي في جراحه القرنيه وتصحيح النظر بالليزر. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ الحمد لله. دكتور نحن رح نتناول موضوعنا بالتفصيل بس مثل العادة رح نشوف تقرير صغير عن الموضوع. بما أنه ما في غنى عن العين وهي من الحواس الأساسية لذلك بتتطلب منها الاهتمام بشكل دائم، ولكن بيعاني الجميع تقريبا من تغيرات بالرؤية مع التقدم بالسن، كمان بيضعف احتمال الإصابة بمشاكل أكثر خطورة بالعين. ومن بعض هالمشاكل اللي ما فينا نتفاداها المي الزرقاء، وهي عبارة عن غباش بعدسة العين مما بيؤدي لخلل بالرؤية، وبتتشكل المي الزرقاء وهو أمر طبيعي مع التقدم بالسن، والتعرض على المدى الطويل للأشعة ما فوق البنفسجية وداء السكري بتضاعف خطر الإصابة. دكتور موضوعنا لليوم هو مشاكل بالعيون عند المسنين، ليه بصير عند المسنين عادة وأكثريتهم بصير عندهم مشاكل بالعيون؟ عادة مع تقدم العمر وتقدم السن بصير في عنا تغيرات بيولوجية وحتى أمراض تانية ممكن كمان تتدخل وتأذي العين. يعني ممكن الواحد يكون مريض سكري عنده أو مريض ضغط، هيدا الشيء الى حد ما بيؤدي كمان لمشاكل بالعين. يعني مش ضروري بس مشاكل العين مثل ما حكينا قبل بمره انه هي تكون بس انكسار او عوينات، او حتى اي مشاكل بالشرايين او اي ارتفاع بضغط الدم او اي هبوط حتى بالضغط. ونحن بنلاحظ لما الواحد بيهبط ضغطه او بيطلع ضغطه كمان بتتشوش الرؤيه قدامه، ببطل يشوف مثل ما لازم. حتى التغيرات يلي مع الزمن بتصير وحتى تعرضنا لأشعة الشمس هذا بصير بيؤدي لبعض الترسبات البروتينية بعدسة العين أو على شبكية العين، وهذا كلياته بالآخر بيؤدي لأنه الواحد مع تقدم بالسن أنه ما يقدر يشوف. حتى في بعض الأقنية والمجاري بالعين وبالغرفة الأمامية بصير عليها ترسب بيجمنت
يعني الاشياء اللي بتعطينا لون، وهيدي خاصه بنلاقيها عند الناس الغامقين بالبشره، هيدي المسام ما بتعود تفضي مي من قلب العين، بتصير تعبي اكثر ما لازم، او اي افرازات مي زايده بالعين كمان بتؤدي لارتفاع بالضغط. فهدول التغيرات اجمالا حتى بنلاقيهم عند الصغار، بس غالبا بنلاقيها بتقدم السن وبامراض بتتداخل مع بعضها وبتؤدي لانه الواحد يفقد نظره. حتى في بعض الناس بنعرف نحن بنضطر ناخذ بعض الاحيان بعض الادويه، هيدي الادويه هي بحد ذاتها ممكن انها يكون لها اثار جانبيه، يعني في ناس يمكن مفاصلهم عم توجعهم بياخذوا كميات كورتيزون، مع الزمن بالاخر بيلاقوا حالهم كمان مش شايفين، يلي بيؤدي هيدا الشيء لانه يصير عندهم غباشه بعدسه العين او مي ابيض او مي ازرق. نعم دكتور، نحن عم نحكي عن مشاكل العين غير ضعف النظر، في غير مشاكل بينصاب فيها العيون عند المسنين؟ اكيد عند المسنين اجمالا كل شيء ما بيخلي الصوره يوصل لشبكيه العين، او حتى مشاكل يلي بتصير على الشبكيه او على العصب البصري يلي بينقل الصوره من العين حتى يوصلها على الدماغ، اي مشكله بهالطريق هيدا ممكن انه ما تخلي الصوره توصل وبصير الواحد مش شايف واضح. يعني فينا نبلش من القرنيه، اذا فقدت شفافيتها ما عادت توصل الصوره لجوا، من هون بنوصل لانه بنقول الواحد لازم نزرع له قرنيه شفافه. يعني فرضا قرنيته صار لونها ابيض، فقدت شفافيتها، ساعتها ببطل يشوف. كيف يعني بنزرع له؟ يعني بنحط له قرنيه صناعيه؟ بدنا لا، بناخذ قرنيه من شخص متوفي متبرع بقرنيته، وبنزرع هيدي القرنيه للشخص يلي هو بحاجه لها، وهيك بنسمع في بنك للعيون عندنا بلبنان. صح، مثل ما واوقات بنستورد من برا كمان، في كمان بتجي اشياء اسرع كمان بنقدر نستوردها خلال 15 يوم بنقدر نحافظ عليها ونزرع. نعم. يعني هيدي اول مرحله عم بحكيها، انه اذا القرنيه فقدت شفافيتها مش شايف، بنرجع بنفوت لجوا على الغرفه الاماميه ورا البؤبؤ العين، في عنا كمان شغله ثانيه اللي هي عدسه العين يلي هي كمان لازم تكون شفافه. اي فقدان لشفافيتها كمان بنصير بنقول الصوره ما بقى عم توصل لانه في حاجز. يعني مثل واحد اذا كان عم بيطلع بازاز او ببلور قدامه مغشي ما بيقدر يشوف، نفس الشيء العين بده يكون الطريق مفتوحه لحد ما توصل الصوره على الشبكه. طيب اذا العدسه كمان مغبشه ما بنشوف، بنحتاج ساعتها تبديل لعدسه العين. طيب الصوره كملت طريقه وصلت على الجسم الزجاجي يلي هي ميه العين الكبيره الاساسيه، اي نزيف فيها، اي نزيف بقلب ميه العين بينزع، ما بيعود، بتفقد شفافيتها. ميه العين الاساسيه هي عباره عن مي جامده شوي، بتكون اذا دخل فيها دم بتفقد شفافيتها وبصير لونها احمر، كمان الصوره ما بقى توصل على الشبكه. نفس المشكله، بدنا الصوره بدنا اياها تقطع كل هيدي الطريق لحد ما توصل لمركز شبكيه العين. خلينا نتوقف شوي عن شبكيه العين بس، لانه في اكرم ناطر بده يسالك سؤال على الخط. اوكي، اهلا وسهلا فيك اكرم. مرحبا، شنخالك؟ اهلا وسهلا فيك وبكل اهل ليبيا. تمام والله الحمد لله، شنو الامور؟ تفضل، شو حابب تسال؟ والله نبي نسال على اللي عندي حساسيه بتاع عيون شويه مضايقتني، حبوب بالعين. عندك حساسيه بعيونك؟ ايه ان شاء الله، ايه معي حبوب مضايقيني والله. حبوب بالعين، باي منطقه؟ إيه. بعينك يعني؟ والله الاثنين. عالجفن؟ عالجفن؟ إيه. عالجفن؟ عالجفن الخارجي. ايه. عالجفن من برا ولا من جوا؟ يعني اذا قلبت الجفن؟ من الداخل، من جهه العين. وانت اكيد انه هن حساسيه هدول الحبوب منهم التهاب؟ والله هنا الدكاتره قالوا لي هيك، وفي نفس الوقت عندي ضعف في العين. استشارت طبيب؟ استشارت طبيب، اعطاني قطره وقال لي استعمل نظارات طبيه. كويس. بتساله سؤال، استفدت على القطره انت اللي استعملتها؟ قطره الحساسيه يعني وصفوا لك، استفدت او لا؟ نعم. اتحسنت على القطره؟ صرت احسن؟ احسن شويه، لكن ضي ضايق فيها، ضي والتليفون اشياء. يا اكرم اذا هيدي حساسيه وانت اكيد انها حساسيه، المفروض تستفيد خلال 3 ايام وتتابع على العلاج. اما اذا ما استفدت انت على القطره، على قطره الحساسيه، يعني لانه قطره الحساسيه دغري بتعطي نتائج عاده، ثاني يوم ثالث يوم بتقوم احسن وبتكمل عليها، اما اذا ما استفدت تاكد مره ثانيه من التشخيص، ممكن يكون شيء ثاني غير حساسيه. كنت اكرم عم بتقول انه عندك ضعف نظر؟ عندك شي سؤال ثاني بعد؟ ضعف نظر.
عين اليمين واليسار افضل، لكن اليمين ضعف اكثر. قد ايه عمرك يا اكرم؟ على طول بنسال على العمر. 29. قد ايه؟ 29. 29 العمر سنة. كله كويس اكرم، يعني بعدك مش كثير بالعمر، بالاغلب ممكن يكون لازمك نظارات او عمليه ليزك او تلبس عدسات، بهيدي الطريقه بتصير تشوف احسن، المفروض هيك لانه عمرك مش كثير متقدم. اليوم حلقتنا نحن عن الكبار بالاكثر، فانت الحمد لله بعدك شاب والمفروض شغلتك تكون هينه وبسيطه، تلبس عوين النظارات وتصير تشوف منيح. بدي اتشكر اتصالك اكرم دكتور، كنا عم نحكي عن وصلنا لعند شبكيه العين. شبكيه العين اجمالا هي المركز، هي مثل الفيلم تاع الكاميرا. كيف فيلم الكاميرا؟ اذا كان الفيلم ما بيسوى، من زمان كان في فيلم، صح، كان فيلم الكاميرا اذا ما بيسوى ما بتطلع على الصوره. نفس الشيء شبكيه العين، اذا شبكيه العين فيها اي نزيف دم، فيها اي ترسبات كلسيه بتجي مع العمر ومن كثره التعرض لاشعه الشمس، عشان هيك بنقول لازم نلبس نظارات شمسيه تكون مظبوطه، يو في بروتكشن، يعني تحمينا من اشعه الشمس الضاره. لانه في كثير ناس بتلون ازازات العوينات او بتلبس عوينات شمس غامق منه اصلي، منه يو في بروتكشن، هيك بصير يتاذوا اكثر وبصير بفوت اشعه مضره للعين بكميات اكبر لقلب العين. عشان هيك بنصحهم لما بدهم يلبسوا يتاكدوا انه النظاره تاعيتهم يو في فيها يو في بروتكشن، تحميلهم شبكيه عينهم من شان ما يصير عليها ترسبات كلسيه. وهيدي المرض عاده بنسميه ايج ريليتد ماكولر ديجنريشن، كمان بيجي عند الكبار بالعمر بسبب تقدم السن وبسبب بعض الترسبات يلي بروتينيه بتصير على شبكيه العين. لحد ما نوصل لبعد الشبكه في عنا مثل قناه او شريط بده ينقل السينيال، بده ينقل الاشارات يلي وصلت على شبكيه العين، بده ينقلها ويوصلها على الدماغ، لانه نحن عمليا العين هي مثل الكاميرا والدماغ هو اللي بيقشع بالاخر، هو اللي بيشوف. كمان دكتور فينا نتوقف عند هيدي الفكره لانه ناديه بتسالك سؤال. تفضلي ناديه. اهلا وسهلا فيك يا ناديه. الو الو، بونجور. بونجورين، تفضلي. الو بونجور. كيفك؟ بسال الدكتور. تفضلي عم بسمعك. دكتور انا عندي ضغط في العيون. نعم. وعم باخذ له قطره، بدي اساله اذا في عمليه للضغط ولا ما في؟ ناديه انت عم تاخذي قطره واحده ولا اكثر من قطره؟ يعني بتاخذي نقطه واحده كل يوم من عشيه؟ من الصبح وعشيه. عم تاخذي قطره صباحا ومساء، كويس. وضغط عينك على هيدي القطره عم بيزبط؟ عم بتروحي عند حكيمك وتقيسي ضغط عينك انه هو طبيعي؟ نعم. وعم تعملي شيء اسمه حقل النظر، ولازم تعملي صوره بشكل دوري كل 6 اشهر، تعيدي صوره لحقل النظر تشوفيها لهيدي الصوره انه هي مش عم بصير تطور لمي السوداء، يعني حقل النظر عم بضله مثل ما هو، مش عم بزيد السواد فيه. عم تعملي هيدا الشيء؟ ايه عم بعمل. وعندك انت ثابت؟ نعم. السواد مش عم بزيد على الصور مثل ما هو بعده، مش هيك؟ نعم. كويس، طالما انت عم تستفيدي على القطره وحقل النظر بعده مثل ما هو، ما لازمك عمليه. بهيدي الحاله انت لازم تتابعي على العلاج الدائم القطره المخفضه لضغط العين كرمال يضل نظرك سليم. طالما انت عم تستفيدي على القطرات هون ما بنحكي بالعملية. لما يوصل وقت الواحد مش عم بيستفيد على الأطراد أو عم نشوف إنه حقل النظر عنده عم بيتراجع، ساعتها هون بنلجأ للعملية. أما بالوقت الحاضر طالما أنت ستيبل، ما في تطور للحالة تاعيتك، والقطرة هي كافية ومرجل جدلك مزبطة الوضع، بنكتفي عند هون، ما في داعي أنت حتى تفكري بالعملية. نعم. عملية فيه بس مش لحالتك أنت. بدي اتشكر اتصالك ناديا. دكتور كنا عم نقول انه في قناه بتوصل مثل رساله على الجمال. صح، في العصب البصري، هو العصب البصري هو بياخذ اشارات من شبكيه العين وشغلته يوصلها على الدماغ. هلا هيدا العصب اي خلل فيه، والست الكريمه يلي هلا تفضلت بالسؤال، هو اللي بصير ضغط العين بيؤدي لتلف بالعصب البصري. فالحالة تاعيتها ليش عم نقول لها حقل النظر؟ لأنه هاي القطرة بتساعد اللي عم تحكي. هيدي القطرة يلي هي عم تحكي
عنا بتخليه لضغط عينه واطي، هيك ما بصير عليه ضغط للعصب البصري. العصب البصري بضل يجي دم، بضله عايش وبضل الخلايا تاعيته طبيعية وما بتصير ما بصير لها ولا أي تلف. أما في حال إذا وقفت القطرة ضغط العين بيعلى، بيعمل ضغط على شرايين الدم يلي هن بغزوا للعصب البصري، بصير ضغط المي أقوى من ضغط الدم. نعم. بصير الشريان مكبوس، ما بيعود يفوت الدم على العصب البصري، من هون بصير الخلايا العصبية تتلف يوم ورا يوم من الدوائر لحد ما يوصل للوسط تاع العصب، وهيك بيوصل وقت العصب بيموت، ببطل ينقل الصورة، بتكون الشبكة منيحة، الدماغ منيح، بس هالعصب يلي بينقل الصورة بسبب ضغط العين تلف. عشان هيك بنقول نحن لازم على طول ناخذ قطرات مخفضة لضغط العين عشان العصب البصري ما يتلف، وهيدي يلي هي متداول عليها بالعامية، بلبنان بيقولوا لها مي سوداء، بالخليج بيقولوا لها مي زرقاء أو زرق. نعم. طيب دكتور، كنا عم نحكي ببداية الحلقة عن شوي أسباب بس حكيناهم بالمختصر، فينا نحكي شوي شو هن الأسباب اللي بيؤدوا لمشاكل العين خاصة عند المسنين؟ الأسباب؟ أو الشيء اللي بيؤدي للشيء اللي بيؤدي للساد أو للكاتاركت، مش هيك؟ نعم. الشيء اللي بيؤدي للكاتاراكت، او نحن خلينا حتى الكل يفهم علينا عن شو عم نحكي. كاتاراكت او بالعربي المصطلح تاعها اسمها الساد، وهي اسمها الساد لانه هي بتسد الطريق. هي عم تسد الطريق، مش عم بتخلي الصوره تقطع لشبكيه العين. وهي هيدي عباره عن عدسه موجوده وراء حدقه العين، يعني نحن بنشوف البؤبؤ الدائري وراه خلفه دغري في عدسه كبيره. والبؤبؤ قدامه، يعني نحن بنشوف واحد لونه لون عينه بني، واحد اخضر، واحد ازرق، وراها في عدسه، هيدي العدسه اذا منا شفافه ما بتوصل الصوره. هون نحن الاسباب اللي بتؤدي لهيدا الشيء تقدم بالسن. هيدي العدسه هي معموله من عده خلايا، هيدي الخلايا مصفوفه مثل العسكر حد بعضها. اي نشاف فيها او اي اختلال بصف هالخلايا بيؤدي لان هيدي العدسه تفقد الشفافيه. نعم. العدسة بتبطل شفافة لأي أسباب، أو نشاف فيها، أو مثل ما قلنا بالأول إذا واحد عم بياخد علاج طويل كميات كبيرة بالكورتيزون، أي إصابة على العين، يعني الإصابة على العين أي ضربة، يمكن بوكس، يمكن واحد يصير يدخل جسم غريب بعينه، مش بس التقدم بالسن بخليها تفقد المواصفات تاعيتها. نعم. لعدسة العين ما عاد هالخلايا مصفوفة مثل ما لازم، تخربت الصف تاعها، هون العدسة بتبلش تفقد شفافيتها وبتصير يتغير لونها للون، بدل ما تكون ترانسبرنت شفافة بصير لونها أبيض. وعشان بهذه الحالة ممكن الناس بيقولوا لها مي أبيض، بصيروا يشوفوا غباشة كأنه غيمة قدامهم، أو بصيروا يشوفوا كأنه في إزاز مغشى قدامهم، الصورة مش واضحة، يعني ما بيقعدوا بيقشعوا أبدا، ولا بتصير الصورة مغشى هي بتصير عندهم. بتصير الشغلة عند المسنين بتصير تدريجيا يوم ورا يوم، بصير يتراجع النظر وهو بصير يتأقلم، بصير. أما بسبب الإصابات ممكن خلال أسبوع 10 أيام العدسة تفقد شفافيتها نهائيا، ويصير الواحد ما يشوف فيها إلا يعرف ضوء أو مش ضوء. نعم دكتور، نحن رح نكمل موضوعنا عن السد بس رح ناخد بريك. مشاهدينا بدي أرجع أذكركم إذا كان عندكم أي استفسار حول موضوعنا، بذكركم موضوعنا هو مشاكل العيون عند المسنين، بدي منكم وبتمنى عليكم ما تترددوا تصلوا فينا على الأرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. نحن فاصل صغير وراجعينكم. رجعنا لكم مشاهدينا بحلقة اليوم من صحتك بالدنيا اللي عنوانها مشاكل العيون عند المسنين. بعرف انه كتير عندكم حالات من هالمشاكل، بتمنى عليكم تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشة للاستفسار، او تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. اذا كنتوا حابين تحضروا حلقة اليوم الاعادة او حلقات مرقت من صحتك بالدنيا فيكم تحضروها كمان على اللينك اللي عم يمرق باسفل الشاشة. دكتور، قبل البريك قبل الفاصل كنا عم نحكي عن الساد او المي الزرقاء او البيضاء حسب ما الناس بتعرفها، رح نشوف تقرير صغير عن راي الناس بهالمرض. اوكي. سامع شيء بالمي الزرقاء؟ مرض بالعيون هذا. ابدا ما بتعرف شيء عنها؟ مي البحر قصدك ولا مي معينه؟
سامع بالمي الزرقاء؟ بس هاي ما بعرف شي عنها. ما بتعود تشوف فيها، بتغبش، بصير بدك تغير العدسة، عدسة العين. مي الزرقاء للعين. شو بتعرف عنها أكثر من هيك؟ أنا معي إياها لأني يعني حسب ما بنعرف إنه المي الزرقاء هي نوع من المرض بيصيب العين، بتبطل العين قادرة إنه تشوف، وفي له عدة مراحل، والعين بتزرق، يعني شو ما كان لون البؤبؤ بيزرق. إنه إذا حدا مثلا مثل لما تحمل ولد هيك مثلا من إجريها بيقولوا له يذب مية الزرقاء، إنه من عيون أو شيء خاصة بالعيون. ما هي؟ معقول، معقول يكون في غير ألوان غير الأزرق؟ في أسود. شو هي هاي؟ شو بتفرق؟ كمان السوداء يعني خطر أكثر من الأزرق. شو بتفرق عن الزرقاء؟ بتطفي العين هذيك. هيدا اللي بعرفه أنا. لوين هربانة؟ فينا نسألك؟ هربت. المية الزرقاء لا والله ما سامع. باي باي. لما تقلب الولد بصير عنده مي زرقاء؟ كيفك؟ عم تصور؟ وقف، ليش عم تصور؟ فينا نسألك كم سؤال؟ قبل ليش عم تصور؟ السودة ضغط عين. ضغط عين عمى. السودة عمى، الزرقاء مش عمى. المي البيضة بعتقد بيضة أو سودة؟ فبيضت عيناه وهو كظيم. معقول يكون في غير لون غير الأزرق؟ لا ما بعتقد هيك، بحس ما بعرف. دكتورة عم نلاحظ انه اكثرية الناس اللي سألناهم على الطريق شو هي المي الزرقاء ما كانوا عم بيعرفوا شو هي المي الزرقاء. لا في منهم عرفوا، في حدا عرف وقال هي بصير غباشة وبصير تبديل لعدسة العين. هيدا هو الوحيد يلي اجمالا جاوب صح. بالمبدأ هي منا مي، هي عدسة العين، هي شوية إذا بدنا نشبهها بتكون شوي جامدة، ما بتكون كتير سائلة. والمعروف هو بالعملية هو بالحقيقة مختصر مفيد هو تبديل عدسة العين. المصطلح عم بصير يختلف لأنه اللون يلي بتاخده العدسة بسبب إصابات أو بسبب داء السكري أو بسبب تناول الكورتيزون، العدسة بصير لونها أبيض. إذا منطلع فيها على الناظور، ممكن صور تمرق معنا، منشوف العدسة بيضت، بصيروا يقولوا لها مي بيضة. نعم. بس هي عمليا غشت وصار فقدت شفافيتها. نعم. يعني في فرق شوي بين المي الزرقاء والمي البيضاء؟ هي كله نفس الشيء، هو غباش بعدسة العين، بس لما يقولوا لها أبيض بكون السبب انه صاير لون العدسه ابيض، فقدت شفافيتها للون الابيض، تغير لون العدسه. صح. في بعض الاحيان العدسه بتقدم السن بصير لونها مائل للبني او للاسود، هون بصاروا يقولوا المصطلح المي... لا مش بيضة عندك ياها، سوداء. وهيك صارت شائعه. اما هو اسمها العلمي اسمها الساد مثل ما قلنا، لانه هي بتسد الطريق. بشكل عام هيدا حتى نوضح المصطلحات، ليش ناس بتقلها مي ابيض، ناس بتقلها مي اسود. المصطلح العلمي الساد بالأجنبي اسمها كاتاراكت. نعم. وهي فقط عملية تبديل لعدسة العين. نعم. في بعض الناس بتكون عندهم متشابكة الأمراض ببعضها، لأنه في حالات بيكون حقيقة عندهم تلف بالعصب البصري بسبب ارتفاع ضغط عين، وبنفس الوقت عندهم مي بيضاء أو نعم. الساد إذا بدنا نسميها. دكتور رح نحكي يعني أكثر عن المي البيضاء أو الساد، بس قبل كمان معنا اتصال. أوكي. ألو؟ ألو. اهلا وسهلا فيك سوزان وبكل اهل لبنان. مرحبا. كيف اهلا سوزان. لو سمحتي بدي احكي مع الدكتور. انا تفضلي. مريضه للدكتور ربيع اسمه. نعم. سوزان هو بيعرفني، وانا صراحه عملت عمليه عنده والحمد لله نجحت مليون المليون. كتر خير الله. وانا الحمد لله يعني صدق انه ما رجعته لاني انا مرتاحه، وانا اضطريت اني اتصل لحتى احكي شهادتي فيه لاني انا كثير مرتاحه وما بقى احط عوينات، وعمل لي زرع عدسه وعوينات ما بقى بحط. ويطول عمره ويخليه. الله يخليك يا سوزان، يعطيك العافيه. شكرا لمداخلتك سوزان، بتشكر لك اتصالك. دكتور كنا كمان واقفين عند فكره اساد، عم نشرح شو هي وعم نقول انه نظريه العالم لها شوي خاطئه. باي عمر بتصيب اساد او المي الزرقاء او البيضاء؟ المي الزرقاء هي بالاكثر شيء شائعه بين المسنين، أكثر شيء شائع، بس هي ممكن تصيب أي شخص منه، يعني أي شاب يكون عنده مشاكل بمفاصله أو عنده مشاكل معينة مضطر ياخذ له دواء كورتيزون، بيجي لعندي
بتطلع بلاقي العدسة عنده لونها صار أبيض، فقدت شفافيتها بسبب علاج آخر. يعني مش ممكن تسيب بس الأطفال قليل. هيدول قليل حتى عند الأطفال أوقات بيخلقوا، الأطفال بيخلقوا عندهم مي أبيض. وأنا بحب أقول للكل عادة نحن لما نتصور بالكاميرا بنشوف في أشخاص عيونهم بتلاقيهم طالع من البؤبؤ ضوء أحمر، بتلاقيه الضوء طالع أحمر صح. وحتى في شيء بالكاميرات عملوه حتى يشيلوا له هيدا الضوء. هيدا الضوء الأحمر هو كتير حلو، هيدا الضوء بدل على أنه العين عم بفوت الضوء لقلبه وعم بصير ريفلكس ويظهر العين سليمة يعني. عين سليمة. حتى في أشخاص، في حدا اجى لعندي بتصور ابنها بتقلي هيدي العين بده يطلع احمر، بهيدي العين ما عم شوف احمر، وحده بس اللي عم تعمل احمر. من هون اكتشفت انه ابنها صغير عنده مي ابيض او كاتاراكت. ليش؟ لانه الضوء عم بفوت على عين وحده ولاحظت انه على الثانيه مش عم تعطي نفس الضوء. هي كانت فهماني غلط، هي كان فكره محل الاحمر يلي مش منيح والثاني هو اللي منيح. بعدين تبين انه لا، الاحمر محل ما البؤبؤ عم بيضوي احمر هيدا شيء منيح، والبؤبؤ الثاني وهيك. هيدا طفل ونعمل له عملية وصار رجع، هلأ صار عمره 5 سنين بتصور، لأنه هو كان عمره مش أكتر من 2 سنين وشي بلشوا يصوروا للبيبي وانتبهوا لهيدا الموضوع. أما المي البيضة أو الساد بالأغلب بالأغلب الحالات نعملها للمسنين بسبب تقدم السن، العدسة بتصير تنشف ما بيعود فيها مي كفاية وبصير فيها تكلسات هيك، والخلايا تاعيتها ما بتعود مصفوفه مثل ما لازم. بصير فيها شيء اسمه نواه، القسم النصفي من العدسه بصير لونه بني، وهيدا الشيء بصير يابس حتى كانوا من زمان ينطروا ويقولوا بعد ما استوت ميه الزرقاء. يعني هلا مش حنساويها حكيم، الحكيم يقول لهم لا انتظروا لحد ما تستوي. ليش؟ كانوا من زمان يعني من 10 سنين ويمكن 15 سنة كان أكتر شيء تنعمل العملية جراحيا ما تتساوى بطريقة معينة بثقب صغير بتنشال العدسة، كانوا ينطروها للعدسة تكتمل وتصير كلها شقفة وحدة. يعني ما بهمهم يشيلوها تكون سائلة مي، بهمهم تكون ناشفة وجامدة، لأنه كانوا يشقوا العين تقريبا شيء 14 مليمتر يعني شي سنتي ونص تقريبا، وينطروها لتستوي عشان العدسة تطلع كلها سوا. هيك كانت العملية تزبط أكتر، عشان هيك كانوا ينطروا للواحد حتى يبطل يشوف نهائيا بالمرة لحتى وبعدين يروحوا يعملوا له عملية مية الزرقاء. نعم. وقبل ما كانوا يزرعوا عدسة كانوا يلبسوا زازات للعوينات يكونوا جدا سماك صح. بعدين تطورت الشغلة وصار انه فينا في مكنه بتفوت على قلب العين وهي بتكسرها للعدسه، وصار يهمنا انه ما تستوي. يعني مش مثل الاول ننطر للواحد حتى يبطل يشوف نهائيا، يعني منعالجها من اول صح. المرض صار علاجها من الاول احسن. رح نكمل دكتور كمان موضوعنا، بس قبل كمان في ليلى من لبنان بتسالك سؤال. اهلا وسهلا فيك ليلى. ميرسي، بونجور. بونجورين، تفضلي. ميرسي. بليز بدي اسال الحكيم، انا من وقت لوقت بصير عندي شكه بعيوني، يعني مش مع بعض، مره بسمير مره باليمين، فيني اعرف شو السبب؟ شكه ما فهمت، بيقربوا على بعضهم قصدي؟ لا هيك مثل كان حدا شكه، او بتحسي كانه فيها رمل عم بتشك، هيدا الفرق. كان هيك شيء وفت شكني بعيني مثل الابره. اوكي. انت بتستعملي اي شيء عدسات؟ لا ابدا. بتحطي كريمات قريب لعينك؟ بحط انتيريت يعني بالنسبه لعمري، بس ما بحط شيء غير هيك. هلا انت بدك تلاحظي امتى عم بتصير هيدي الشكه، او يمكن عم تقعدي بمحلات يكون فيها هواء سخن او هب سخن، لانه بالاغلب الشكه اللي بتصير على سطح العين بيكون هو الدمع منشف. وانا بقترح عليك انه جربي قطري قطره مرطبه للعين. لا هيك بالدمع ما في اشطر مني، محتالي او بنزل دمعه. لا مش لا نحن بدنا نعرف انه الدمع اذا بكيتي مش هو الدمع يلي عاده انت ومش عم تبكي، لانه هيداك بصير افراز دمع زائد عن اللزوم. نحن بهمنا انت ومش زعلانه مش عم تبكي انه يكون بعينك في دمع نوعيته كويسه وتحافظ على العين رطبه. لما نحس بشكه بتكون العين سطحها ناشف. اوكي. طيب فيني روح لعند حضرتك باخذ العنوان تحت الهواء مثلا؟
نعم أهلا اكيد اهلا وسهلا فيك. بدي اتمنى عليك ليلى تاخذي رقم الدكتور تحت الهواء وتتواصلي معه بعدين. رح نكمل شوي موضوعنا، كنا عم نحكي عن الساد، حكينا انه بصيب حتى الاطفال والشباب مش بس كبار العمر، شو هو عوارضه للساد؟ هل هو مؤلم غير غباش العيون؟ هلا احلى شيء بالعدسه انه هي مفصوله اجمالا عن الجسم، هي صح بقلب العين بس هي موصوله بالعين بمثل خيطان كتير رفع، يعني العدسه لتكون شفافه من الطبيعه هي ما فيها لحم وما فيها دم وما فيها، هي لتكون شفافه اصلا مش لازم يكون واصل لها شرايين، يعني هي مثل معزوله عن بقيه الجسم، معزوله عن العصب، معزوله عن العصب، هي عباره عن كميه سائله موجوده بغشاء شفاف من داير البؤبؤ مربط بخيطان، يعني اعصاب حتى يصير فيها وجع مش واصل لها اصلا اعصاب حتى توجع، نعم. يعني هي من عوارضها اكيد ما في وجع، من عوارضها اكيد هي فقط غباشه بالرؤيه. نعم. بيكون الواحد شايف قدامه مغشى. هي ما بتعمل اي وجع، ما في بعض الاحيان بتكون هي مبلشه بس بتكون على الدوائر، بما انه هي العدسه دائريه، اذا الغشاوي جايه بالوسط تاع العدسه بنشوف الغباشه بشكل سريع. اما اذا الغباشه جايه على البريفيري على الدوائر ممكن ما نشوفه، لما نفتح البؤبؤ على المجهر بتبين معنا انه هذا الشخص مبلش عنده مي الساد او الكاتاركت او المي البيضة. نعم. هلا اذا كانت بالوسط ببلش دغري يشعر وببلش دغري المريض يطلب حكيم انا مغبش انا مش شايف منيح. اما اذا كانت مبلشة على الدوائر بيبقى عادة المريض مش حاسس بشيء وعنده وقت وبينتظر لحد ما اوقات لحد ما توصل للوسط. في ناس لا شيء تعرف انه مبلشة وهي عندها خبر انه العمليه يساويها بهيدي الايام بشكل ابكر هو احسن بيتجهوا انه بغير عدسه نعم. العين. دكتور هل ممكن عوارضها يعني تشبه مع عوارض امراض عين اخرى؟ اكيد يعني هو يكون مفكرين عندنا شيء يطلع يطلع عندنا شيء، لانه اغلب الناس بتفتكر انه انا مغشه يعني عندي مي بيضاء، لا، لانه الغشاوه مثل ما حكينا نحن ممكن تكون باي قسم من هالاقسام، ممكن تكون بالقرنيه يلي هو القسم يلي اول قسم بالعين، ممكن تكون هيدي الغشاوة بالعدسة مثل ما حكينا هلأ، وممكن يكون وراها ممكن يكون بالجسم الزجاجي بمية العين، أي غشاوة بهيدا المحل، أو حتى أنه في بعض الأحيان الواحد بيكون عنده قصر نظر، طب ما هيدا كمان شايف مغبش، إجمالا كل الأسباب بتأدي لغباشة قدام العين. يعني للتشخيص هو الأساس، التشخيص هو لما تروح عند الطبيب يقلك أنه بالنظارة مش عم بيتحسن، وين هو الاختلاف يلي عم بشوف بالعوينات؟ يعني هيدا اكيد ما عنده مي زرقاء اذا نظره 100%، او ممكن يكون عنده مي بيضاء او مي زرقاء بس على الدوائر مش بالنص. ليش؟ لانه الصوره عم توصل، شيء حطيت له ازازه او لبسته عدسه راحت الغباشه من قدامه. نعم. اما اللي عندهم مي بيضاء لو حطيناهم 10 ازازات ما حيمشي الحال غير ما يغير الغشاوه اللي موجوده بالعدسه انها تروح. نعم، رح نحكي شوي عن علاج المي البيضاء، بس كمان في جوزيف على الخط ناطر. اهلا وسهلا فيك جوزيف. الو. الو. مرحبا. مرحبا. تفضل، شو حابب تسال؟ بدي اسال الدكتور، انا عملت عمليتين كاتاراكت. نعم. عملت العين الشمال عملية كاتاراكت وعملت اليمين كاتاراكت. بالشمال حطيت عدسة دبل فوكس يعني بشوف من بعيد وبقرا فيها، وباليمين عملت عملية عدسة عادية. بس صار لهم سنة تقريبا، وحدة صار لها سنة ونص ووحدة صار لها سنة، بس لهلا صاير عم اشوف غشاوي يعني بعد عملية العمليتين هدول ما بقدر ما عم اشوف كثير. قد ايه صار لك عامل العمليه؟ واحدة سنة واحدة سنة ونص. واحدة سنة واحدة سنة ونص، وأنت مزعوج؟ مزعوج إنه لأنه العدسات مختلفين، عادة نحن بنفضل أو اثنين يكونوا مشان هيك عم بشوف يعني غشاوي بعد. لا ممكن نحن فينا، بدي أنا أذكر شغلة لكل الأشخاص يلي مثل حضرتك عاملين عملية مي زرقاء وزارعين عدسة اصطناعية. نعم. برجع بقول لهم انه هيدول كمان لازم يرجعوا يروحوا عند الطبيب، لانه العدسه اللي نحن بنزرعها بنزرعها بقلب كيس، قلب غشاء، نحن العدسه لما نفتحها بنفتحها هلا بنشوف بعد لقدام شوي العمليات،
في كيس خلفي اللي بنزرع بقلبه العدسة بيرجع هو كمان بيفقد شفافيته في بعض الأحيان. يعني حتى لو شلت مية الزرقاء في احتمال هيدا الكيس يرجع ياخد لون أبيض، وهيك بترجع بتشوف مغشى مرة تانية، بترجع بتتجه عند طبيبك. نعم. هو بيشوف إذا هيدا الكيس فقد شفافيته في مكنة كتير بسيطة اسمها ياج ليزر، هيدا الياج بيفتحوا لهيدا الكيس وبشيل عنه الغشاوة. فأنا بتصور أنه بعد سنة ونص في بعض الأحيان بنعمل تنظيف لعدسة العين، شائعاً بيقولوا له تنظيف لعدسة العين، بصير ترسبات على الكيس يلي مزروعة فيه العدسة وهو بيفقد شفافيته. فأنا برأيي تشوف طبيبك ممكن ينظف لك يلي الكيس هيدا، وهي بتنعمل مرة واحدة بعد العملية لطول الحياة، يعني ما بترجع هيدا الشغلة تتكرر معك مرة تانية. شي تتنظف خلص الموضوع هون، وبتضل عينك عم بتشوف منيح. يعني بعد ما تعملي مية الزرقاء في احتمال يرجع يصير غشاوة مرة تانية، بس عمليتها جدا بسيطة. انت قاعد على مكنة بتحد دقنك بنطفو العدسة وبتروح على بيتك، تاني يوم تالت يوم بتصير تقشع منيح. نعم. بدي اتشكرك جوزيف، كمان بدي اقول لكم مشاهدينا ان احنا بعدنا مكملين معكم، بعد البريك رح بيكون معنا الفقرة الثالثة ورح منكمل اكثر نحكي عن السد اسبابه وطرق علاجه، خليكم معنا. وصلنا مشاهدينا للفقرة الثالثة ببرنامجنا لليوم من صحتك بالدنيا. بدي ارجع اذكركم انه موضوع حلقتنا هو مشاكل العين، نحن عم نحكي عن الساد او المي الزرقاء اللي بتصيب كبار العمر. اذا كان عندكم اي استفسار مثل ما اتصلوا فينا ليلى جوزيف سوزان اكرم وناديا وغيره من الاتصالات اللي وصلتنا خلال هالحلقة، بدي اتمنى عليكم ما تترددوا، نحن ودكتور ربيع هون لحتى نرد على كل اسئلتكم. قبل ما نبلش ونحكي عن موضوعنا كنا بنحكي عن العلاجات بهالفقرة والعمليات، معنا اتصال من الكويت محمود. اهلا وسهلا فيك محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك وبكل اهل الكويت. اهلا وسهلا فيك، بدي اسمع دكتور الله. تفضل عم بسمعك. تفضل سيد محمود سامعك. هلا دكتور، انا في عندي علي فيهم الشرطي ماشي مليان مي زرقاء ولا شيء، يعني في طريقه للحل تبعها لما شو الطريقه اللي بنقدر نتمنى يعني. الشبكية شو اشبه؟ فيها انفصال او عندك سكري او فيها اي، شو المشكل بالشبكية؟ لانه مشاكل الشبكية كمان هي عديدة. انا طال عمرك انا عندي ضغط، ما عندي يعني سكري، بس الشبكية لانه مش عم شوف، انا خف نظري باليمين بالمرة، في عندي شمال كانت كويسة وهلا خفت. انا الدكتور اللي هون بيعمل الشبكي بس ما بعرف شو اسمه يعني الشبكي. ليك عادة شبكية العين في إلى صور بتنعمل، بتشوف إذا بالمركز الرئيسي تاع الشبكية في بعض الأحيان بيكون معبى مية زيادة، في نوع من إبر بتنعمل بقلب العين بتخلي هيدي المية تروح، أو أي شرايين عم بتنز مستحدثة كمان ممكن تتعالج. شبكية في أشياء بتتعالج وفي أشياء ما بتتعالج، بس هلأ بهيدي الأيام أغلب الأمراض إلى علاج. في كم مرض لحد اليوم ما لهم علاجات بالشبكية، أنا بفضل أنك تساوي صور ملونة لشبكية العين وصور محورية، يعني OCT مثل سكانر بتنعمل لشبكية العين بتشوف الطبقات تاعيتها. إذا ما فيها مشاكل مي ناشفة، ممكن يكون أي تكلسات بالشبكية، يعني ما بعرف أنت قدي عمرك ما قلت لي، بركي العمر بساعد. 68. قديش؟ 68؟ 62. نعم 62. 62. هلا المفروض يعني يكون انه حسب العمر. لي 4 سنين تقريبا، يعني كل مدة بعد مدة بحس بضعف الشبكية. شو عملت علاجات؟ اخذت اي علاجات لشبكية عينك؟ والله عم باخذ قطرة، ومن مدة اسبوع بالمستشفى هون عملوا لي ابرة.
والابره من بعد ما عملوا لي الابره صار بعيني في دم مثل الدم يعني، وبعد لغايه هلا صار له اسبوع وبعد الدم شغال وعم بطل له يعني، في ثلاث انواع اعطوني ابره. بعد الابره صار الدم؟ بركي من قبل الابره موجود ولا لا؟ اكيد انت بعد الابره الدم؟ لا بعد الابره. بعد الابره ممكن ببعض في بعض الاحيان. الدكتور قال الدكتور انه معك التهابات لازم نعمل لك ابره، فعملوا لي واحده وبعد سنتين. اسمعني شوي، الابره وين عملوها؟ بقلب العين؟ جوا بقلب العين؟ ايه بقلب العين. طيب الدم انت شايفه على سطح العين من برا او بالنظر قدامك عم بتشوف احمر؟ لا انا مش عم بشوفها، انا بشوف اللي عم بشوفني عم بلاقي احمر. لما عم تطلع عم بتشوف احمر؟ لا انا ما اشوف احمر، بس فيها دم. يعني الدم على المرايه قصدك عم بتشوفه؟ على المرايه عم بتشوف الدم على سطح العين؟ ايوه ما له اهميه مرية. ابدا، هيدا الدم يلي على سطح العين بيكون من شكه الابره، وهيدا بيرجع بيروح بعد 15 يوم، ما له اهميه ابدا. المهم الدواء فات لجوا ويبلش يشتغل شغله، اما الدم يلي انت شايفه بالمرايه برا ما له ولا اي اهميه. انا بالاول افتكرت منك دم، انت عم بتشوف قدامك دم احمر. طالما انت عم بتشوف هيدا دم على المرايه، هيدا دم خارجي مثل شكه اي ابره ممكن تزرق محلها او تشوف عملت هيك حواليها شويه احمرار، هيدا ما له اهميه، بيرجع بيروح بعد 15 يوم. اما الابره اكيد بدها شهر، وهيدي الابره ممكن تعيدها حسب حالتك. بكونوا اكيد عاملين لك الصور وشايفين قد ايه سماكتها الشبكيه، وهن بيرجعوا بياخذوا قرارات وبيرجعوا بيعيدوا لك هيدول الصور. للاسف انه علاج الشبكه هو علاج شوي صعب، نتائجه مش كتير كبيرة مثل عملية مية الزرقاء، نتائجه بتجي مع الوقت، وفي احتمال لأنه هي بيكون المشاكل سببها أمراض مزمنة فبتعالجها بتروجع، وفي بعض الأحيان رح أنك تضطر ترجع تعيد وتعيد هذه الإبرة للأسف. للأسف بس بالأول ما كان حتى في علاج بالإبر، كان بالأول يتركوه للواحد يفقد نظره، أما هلأ في أشخاص مسنين عم بياخدوا هيدي الإبرة بشكل مستمر، والحمد لله بعدهم بيروحوا وبيجوا. أنا عندي شخص بسوق كمان عمره فوق الـ 80 سنة، هيدول الأشخاص أكيد كانوا يفقدوا نظرهم بالأول، أما هلأ بمجرد وجود هيدول الإبر صح كل شهر 40 يوم عم نعمل إبرة، بس الحمد لله نظره بعده منيح وبيقدر يسوق السيارة حتى. بدي أتشكر اتصالك محمود ومتمنى لك السلامة. رح نرجع نكمل، كنا عم نحكي شوي قبل البريك عن أسباب الساد، مرض الساد، وحكينا بالتفصيل عنه، بس كل ما نحكي عنه ما بتذكر إلا العملية، يعني ما له دواء أو علاج إلا العملية هالمرض. صح، على طول بننسأل هيدا السؤال حكيم، خاصة الأشخاص يلي ما بيحبوا يساووا عمليات، بيتوجهوا عند الطبيب وبيقولوا له ما في شيء دواء بالقطرة، فينا نشيلها بالقطرة أو بالنظارة أو أكيد للأسف الجواب دائما بيكون لا، ما له ولا أي علاج بالأدوية. العلاج الوحيد لما العدسة تفقد شفافيتها هي العملية، هو استبدالها بعدسة محلها تكون عدسة شفافة اصطناعية. نعم. ما في حل تاني لحد اليوم. طيب كنا ما نشوف شوي تقرير كيف بتكون العملية، بس معنا اتصال من أميرة من المغرب. أهلا وسهلا فيك يا أميرة. هلا. اهلا وسهلا. الو الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. انا امينه من المغرب. اهلا وسهلا فيكي. انا عملت من شهر عملت عمليه زرع عدسه بالعين اليسرى، وكمان نعم. عندي كاتاراكت بالعين اليمنى، بس بالعين اليمنى في كمان ضغط في العين، والدكتور يعني مو نصحني بس قال لي اني ممكن اعمل عمليه كاتاراك، بس ما تعطي نفس النتيجه بالنسبه للعين اللي ما كان فيها ضغط. سؤالي هو هل ممكن ان اعمل عمليه في العين اللي فيها تعملها عمليه؟ شوف اذا كان العين فيها ضغط. اميره العين اللي فيها ضغط عادة فينا نعمل لها عملية استبدال العدسة، فيك تعملي عملية الكاتاراكت على شرط انه بالاول يتظبط ضغط العين، يعني لازم يكون ضغط عينك، فينا ناخذ قطرات مخفضة لضغط العين من بعدها بنساوي العملية. انت وعم تاخذي القطرات بكون ضغط عينك منيح، طبيبك بيتأكد انه ضغط عينك بالمستوى الطبيعي،
ساعتها في يعمل لك عملية الكاتاراكت من دون أي مشكلة. نعم. أنا أخذت الكاتاراكت ويعني والدواء نتيجة. أخذت نتيجة؟ أخذت نتيجة؟ أخذت قطرات بالضغط وكان في نتيجة. كويس. ساوي الثانية. يعني الضغط الضغط. والسؤال الثاني هو ما هو عمر الإمبلانت؟ الإمبلانت هي العدسة؟ ما هل هي على مدى الحياة؟ أو هل يجب تغييرها بعد حين بعد فترة؟ نعم. شكرا. بدي أتشكر اتصالك. العدسة يلي بنزرعها داخل العين هي إجمالا مدى الحياة. هيدي العدسة بنزرعها مرة واحدة إلا لأسباب، يعني بعض الحالات بنضطر لأنه نستبدلها. في بعض الأحيان في أنواع من العدسات ممكن تكون نوعيتها مش جيدة، تفقد شفافيتها حتى العدسة الاصطناعية، أو يصير عليها أي ترسبات مش عم تتنظف بالليزر، بنضطر أنه نستبدلها. أما غالبا كل العدسات الكويسة ما بتعمل ولا أي مشاكل، وهي بتنزرع مرة واحدة مدى الحياة. مش بحاجة لأنه نستبدلها. رح نشوف نحن بك هلا دكتور عملية، ورح تشرح لنا كيف عم تقوم بهالعملية. هون المريض عنده، في احكي انا؟ ايه نعم. هون المريض عنده البؤبؤ واسع، يعني صار جاهز على طول. لما بدنا نساوي العمليه دائما بنقطر قطره بتفتح حدقه العين. وهون بنشوف المريض عنده العين اليسرى العدسه ظاهره كلياتها مبينه لانه البؤبؤ فاتح. لما البؤبؤ يكون واسع هون عم نحضر المكان. اما للبنج عم نشوف قدامنا المريض، بس حطينا له قطره ودهينا له عينه، دهنا العينه للمريضه بجل يلي هو هيدا الجل هو البنج. من زمان كانوا ينيموا للواحد بنج عمومي او يعملوا له ابره حد العين كرمال تتخدر، اما اليوم عم نسويها بس بنقطه بنج. وهيك بنشوف البؤبؤ قديش هو واسع، وهي العدسه كلياتها قدامنا ورا القرنيه ظاهره. والمريض بيكون فايق كليا، لبل واعي وعارف حاله شو عم بيعمل. ابدا يعني. المريض شاعر بكل حركه عم نساويها، بس مش عم بحس ولا باي الم. المريض بس حتى لبل فيه انه يساعدني، يعني انا اذا نايم المريض ممكن ما يتطلع بالضوء، بصير بدي انا اجلس له عينه. هون المريض مركز بالضوء، شيء اقول له للمريض اطلع بالضوء، لبل هيدا الشيء بسهل لي العمليه انا وعم بشتغل. العملية هي بتبدأ أول شيء بينعمل جرح 2.7 أو 3.2 ملم حسب كل ماشين، كل مكنة ممكن الواحد عم بيشتغل عليها. هون شو عم نعمل هلأ هون عم نعبي القسم الأمامي من العين بسائل منشان نعمل الغرفة الأمامية نوسعها بهيدا السائل، حتى نقدر نفوت لجوا ونقدر نشتغل بالغرفة الأمامية. نعم. وهيدا السائل هو بيعمل مثل غلاف على القرنية، منشان لما كميات المي تفوت وتظهر من العين الخلايا تعول القرنية ما كتير يتأثروا، والخلايا تعول القرنية يكونوا بشكل محافظين على 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 على, على نوعيتهم وعلى كميتهم. نعم. بعد هذه الستيب، بعد هون عملنا اول جرح يلي هو فتحنا الغرفه الاماميه، وهلا عم نفوت على الغرفه الاماميه حتى نفتح الغشاء الاول، الكيس تاع ميه البيضة او الكاتاراكت، لانه هو مثل كيس له من قدام ومن الخلف، بهمنا نفتحه بشكل دائري من قدام، وهيك بنصير نفوت على 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 المي اللي لازم نستأصلها من العين. نعم. وهون اذا بنشوف بشكل مبين انه عم نفتحه للكيس بشكل دقيق جدا، بملقط هو عباره اقل من 2 ملم، بس هون مكبر عم نشوفه بشكل واضح. نعم. رح نتوقف عند هذه الصوره بس لانه في فيليب من لبنان كمان ناطر. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا فيك فيليب. ممكن اسال الحكيم؟ تفضل. الو حكيم. تفضل فيلي. عمري 75 سنه. ايوه. نعم. عيني عم بخف النظر شوي لبعيد، مش عم شوف مزبوط صرت. اوكي. ايه هلا وصف لي الحكيم البس عوينات، قال لي تقريبا بدايه كاتاراكت عندك،
بدك مع الوقت ضل تفحصهم، ايمتى لازم اعمل عمليه انا؟ كيف بدي اعرف؟ والله انا برايي هلا حسب انت الطريقه يلي بدها تتساوى فيها عمليتك، اذا عمليتك حيساوى الطريقه القديمه بينطروا الواحد لتستوي عنده وتصير ميه الزرقاء تكون مكتمله مثل ما حكينا بالاول. ايه. اما اذا انت ومنشوف حده النظر، اذا انت نظرك عن بعيد بالنظاره 10 10 فيك تنطر، اما اذا عندك حده نظر لنقول 5 10 انا برايي لازم تساويها للعمليه. طيب لا انا بالنظاره بشوف بس لازم اضل البس النظاره؟ هلا هيدا خيارك انت، اذا حابب تشوف البوس النظاره مش حابب، هيدا ما بياثر لا سلبا ولا ايجابا. ايه. على الميه الزرقاء. لا انا بس يكون الدنيا ضاوي بشوف مرتاح كثير، بس تعتم شوي بصير بحس انه لازم. هيدا دليل على انه العدسه عم تفقد شفافيتها. ايه. في بعض الاشخاص انه لا بفضلوا يشوفوا بشكل واضح، وانا بقول لك كل ما بتتاخر كل ما عمليه الليزر بتصير اصعب. يعني نحن كل ما العدسه بعد ما استوت هلا ما لازم ننطرها لحتى تستوي، وانت اصلا بالعمر يعني عمرك قد ايه؟ 75 قد ايه؟ 75؟ ايه 75، يعني اصلا النواه تاعيتها بتكون جامده. كل ما تكون النواه جامده كل ما بدها ليزر اكثر. كل ما تكون بدها ليزر اكثر كل ما عوارض جانبيه سيئه اكثر. كل ما بنستعمل ليزر اقل كل ما بيكون العوارض الجانبيه اقل. فانا برايي ما لازم تتاخر، وكل ما قبل الواحد يساويها كل ما احسن. من زمان كان ينطروا ولا تستوي، وانت يمكن سامع فيها لهيدي الشغله. كنا عم نحكي هلا ناطر لتستوي. هلا العكس تمام، هلا بالعكس يعني تنصحه لفيليب هلا يعمل الليزر؟ صح. فيليب وصلت لك الفكره؟ بعدك معنا؟ طيب ظاهر انه فيليب انقطع الاتصال، لكن بنقول لفيليب باسرع وقت ممكن ما ينطر لحتى تستوي العدسه يعمل عمليه الليزر. رح نرجع نكمل ونشوف صور. يلا هون عم نشوف هلا بشكل واضح صرنا جوا بقلب العين، وهون عم نفتح كيف عم نفتح الكيس بشكل، اذا بنشوف بده يكون بشكل دائري. يعني كيف بنفتح اي علبه كونسيرفا اذا هيدا الكيس ما طلع بشكل دائري بصعب العمليه. نعم. عم نشوفها كيف عم تبرم برم، لازم يكون راوند. نعم. وبعدين بنرجع مندخل كمية مي، بنفصل هيدا الغشاء يلي هو شناية اللي هو كتير رقيق. وكمية المي بتفصل مية الزرقاء عن الكيس تاعها. نعم. لأنه هلأ بهمنا نحافظ على الكيس تاع مية الزرقاء حتى نزرع العدسة بداخله. نعم. صحة. هون بلشنا نشيل مية الزرقاء. هون بهالمرحلة عم نشيل المي الزرقاء مثل ما شايفين. بهيدي المرحلة بلشنا هون عم نشيل النواة. وهيك عم نحفرها بكمية الترا ساوند، هي الناس بتقلها ليزر بس هي عمليا الترا ساوند. بتصير تعطي ترددات على العدسة وبتكسرها لأجزاء، وبكون في شيء بقلبها هيدي مثل شفاط اسبيريشن. بتصير تسحب هالمية اللي عم بتشيلها. هون بنكون عم نكسر العدسة لجزئين حتى نهين انه نقدر نشيلها. نعم. لما فتحنا العدسة هيك صار اهين انه نقدر نسحبها، وبنرجع من قصمها لأقسام، يعني ما بتنشال كلها سوا. هيك عم نشوف بلشت تتقرب على التب تاع الفيكو، يعني هي المكنة يلي عم تسحب النواة. نعم. بتصير تشفطها لعندها وتقربها لحد ما تفضيها. وهلا بنرجع بالمرحله الثانيه بنشوف انه الكيس صار كليا فاضي من هالمي الزرقاء، او هي مثل بتكون اذا لاحظتي مثل الجلو. صح. هون هيدي منا كثير قاسيه، هيدي عمليا ما انطرناها حتى تستوي. اذا بنشوفها انه بين لزجه وسائده. نعم. منا كتير جامدة. في كل ما تكون العملية جامدة كل ما بنستعمل ليزر أكتر، وكل ما بتكون العملية أصعب. أصعب. هيك العملية كتير سهلة، شفنا عم نسحبهم. هلأ ببين عنا الريد ريفلكس، بنشوف من وراء عم نشوف الضوء الأحمر جاي من الشبكة بشكل واضح. هيدا يعني إشارة حسنة إنه كله تمام، والكيس يلي بدنا نزرع بقلبه العدسة كلياته موجود ومكتمل.
نعم، يعني هون صارت العين مثل ما كانت قبل. هلا هون صارت فاضيه ما فيها عدسه، هلا اذا ما بنزرع عدسه وهيدا بنشوف جوات البقبق في مثل زيح كثير رفيع، هيدا الكيس يلي فتحناه من الاول وهيدا يلي بقلبه بدنا نحط العدسه. نعم، هلا صار وقت نحط العدسه. هلا صار وقت العدسه نحطها بقلب العين، لانه في ناس بيقولوا لي طب فيي ما احط عدسه؟ اذا ما بتحط عدسه بدك تلبس عوينات يكون سميك، يكون 10 12 درجه. هيدي العدسه بتوفر العدسه هون بتكون عدسه اصطناعيه. هيدي العدسه عدسه اصطناعيه بتنحط بقلب الكيس داخل العين وما بيكون عندها اجمالا ولا اي عوارض جانبيه. طيب وهيدي العمليه ممكن يكون عندها مضاعفات، ممكن ينوجع كثير المريض. هلا اذا لاحظنا هون المريضه يلي عملنا لها العمليه ما حست بالوجع، كانت فايقه، كل اللي كانت عم بتحس فيه هو عباره عن انه عم ندقر لها عينها بس من دون الام. يعني العمليه بتخلص خلال 25 دقيقه ماكسيموم. عمليه صغيره، عمليه صارت صغيره، هي عمليا عمليه كبيره لانه تبديل لقسم كثير كبير، جزء مهم وجزء كبير من وسط العين. يعني كتر خير الله ما تطور الطب ان شاء الله عم نلاقي حلول لكل شيء. خاصه انه هيدي المريضه بعد ساعتين تلبس ثيابها تتسطح بتاكل وبتفل على بيتها، يعني بتدخل الصبح على المستشفى بعد الظهر بتروح على البيت. من زمان كانوا يناموا اسبوع بالمستشفى بعد هيدي العمليه. نعم، فبالوقت الحاضر عم نسويها بنج موضعي من دون اي ابر، من دون اي بنج عمومه، ساعتين ثلاثه والواحد بيروح على بيته. حتى في محلات للاسف انه بلبنان بعدها ما صارت بهيدي الطريقه، بتنعمل بمراكز للعيون حتى المريض مش عم بيدخل على المستشفى. نعم دكتور ربيع، اعطيت الامل لكثير من المشاهدين بهالحلقه لليوم، بدي اتشكر وجودك معنا وان شاء الله بكون لنا لقاءات ثانيه مع حضرتك. مشاهدينا بعد الفاصل رح ينضم لنا المعالج النفسي مرام حكيم، خليكم معنا. وصلنا مشاهدينا إلى الجزء الرابع من حلقتنا، هالحلقة المخصصة للأمراض عند المسنين. حكينا بأول ثلاث فقرات عن أمراض العيون، هلأ رح نحكي شوي عن الحالات النفسية وعن شو بيعانوا، كيف بيعانوا المسنين من مرض نفسي. رح ينضم لنا هلأ دكتور مرام حكيم، طبيب ومعالج نفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور، اشتقنا لك. كيف أحوالك دكتور؟ رح نحكي شوي هلا عن الحالات النفسية عند المسن، يعني وقت يوصل الشخص لمرحلة من عمره يكبر بالعمر ويصير يحس انه هو بطل يقوم بالقصص لحاله، صار بضل بحاجة للمساعدة وبينعزل عن العالم، شو بنسميها هالحالة؟ ما في حالة وحدة، في عندك جسم عم بيكبر، قدرات عم بتخف، الناس كبار بالسن من اصدقاء واقرباء عم بيتوفوا، في ظروف معيشية بتتغير عند المسن. فالمسنين مش بالضروره يكون عندهم حاله نفسيه معينه، والدراسه بتشوف انه باستثناء القدره الذهنيه الذاكره الحسابات بعض الاشياء من هالنوع، المسن مش بالضروره يصير عنده شيء نفساني، ولكن في عندك بسبب الصعوبات تبع العمر هيدا من خسارات نفسيه، ناس بتموت، خساره بالقدره الجسديه كلها سواء كان بالنظر، كنت عم تحكوا على العيون، أو بالمفاصل أو بالقوة العضلية إلى آخره. بسبب هالخسارات هيدي المسن معرض لبعض الحالات النفسية عراسة الاكتئاب. نعم. في بعض المسنين يمكن بيصير بدهم اهتمام زايد، بيصيروا مثل الأولاد أوقات. هيدا بيجي بعدين، يعني وقت اللي بتقولي مسن في مراحل كثيرة، ما هي مش إنه مراحل معلومة، بس بتبلش باشياء بسيطة بالاول، ما بيكون بحاجة لحدا، بس يمكن يكون بلش يحس انه هو مش مثل قبل جسديا، ما بيقدر يطلع على السلم، ما بيقدر، يمكن ما يقدر يسمع مزبوط، يمكن نظره بخف. بهون ببلش عنده امكانية حوالي 20% من المسنين يصير معهم حالة نفسية من انواع الاكتئاب بسبب هالشيء، هذا قبل ما يوصل لمرحلة انه يكونوا بحاجة لحدا يكون عايش معهم او يهتم فيهم. في يعني بصير عندها مراحل الحالة النفسية عند المسن، كيف مع تقدم العمر يعني؟ مع تقدم المشاكل، يعني وقت المسن ببلش يخسر مثلا زوجته او اخيه او كل هالاصحاب يلي هن من عمره، ساعتها بحس حاله منعزل، بحس بخوف كمان، بحس بكثير اشياء، بحس بحزن، بحس بخوف على نفسه لانه هو بلش
يدرك انه هو كبير بالعمر ويعني صار قريب على المرحله الاخيره من عمره. هذا بحد ذاته بيعمل شويه قلق، بيعمل شويه اكتئاب، ولكن كمان المسن مثل ما قلنا ذهنيا بلش يتراجع، ممكن يتراجع. هلا في قسم منهم بيصير عندهم شغله مثل الزهايمر او خرف من وراء ضغط الدم او من الزهايمر او غيره. هذه شغله بحد ذاتها كومن عند الكبار يلي معرضين لهالشيء. عندك حالة الاكتئاب بتصير بسبب الخسارات بتعرض لها، وعندك كمان حالة ثالثة هي الزهان، ممكن المسن يبلش يتخربط. إيها أهم حالة أكثر وحدة كمان أكثر شيء شيوعاً هو الاكتئاب. اكتئاب اكتئاب، لأنه معظم المسنين معرضين بمرحلة أنه يبلش صحتهم الجسدية تتضعضع وحالتهم الاجتماعية، مثلاً إذا الشخص صار كبير بالعمر ببطل يحس حاله يمكن فعال بالمجتمع كثير اشياء. الناس كمان مع يعني مع الاسف، بس احيانا الناس كمان بتبعد عن المسن بتساعد. او اذا اولاده بعدوا وزوجته توفت او زوجها للمدام توفى، بتصير تحس حالها الناس ما كثير بدعوها او اولادها بعاد عنها، فبيصير نوع من العزله. العزله بحد ذاتها حاله صعبه للكل وبشكل خاص للمسن، هذا قبل ما يحتاج مساعده. بعرف هلا في عدة حالات يمكن، وخاصة الناس اللي حواليه هن اللي بيأثروا أكثر عليه إن كان باهتمامهم، بس هون يعني كيف بتأثر المسن؟ شو بيصير معه؟ يعني إذا بلش يحس حاله إنه هو غير عن قبل، إن كان جسدياً ولا اجتماعياً ولا بذاكرته، خصوصاً بالذاكرة فكرياً، بيصير يحس حاله نوع من الحزن مثل ما قلنا، ببلش يمكن يكون حالة اكتئاب رسمية، يعني مثل أي اكتئاب بمرحلة ثانية من العمر. هون المسن معرض اكثر من غيره ان يصير في اكتئاب. وعلى فكره يعني الاكتئاب بحد ذاته كمان بضر الذاكره، يعني الاكتئاب مش بس هو الحزن المبطن او شيء، خاصه بهالعمر الاكتئاب بياثر على الذاكره بشكل سلبي كثير. نعم. وبعدين عندك قضيه النوم، المسن مثلا ما عنده قدره ينام مثل ما كان قبل، فانعدام النوم او قله النوم كمان بحد ذاتها بتعمل مشاكل للمسن بالذاكره. نعم. وبالوعي والانتباه وبالنفسيه كمان. ففي طب هون كيف فينا قبل ما نوصل كعلاج نفسي كيف في المجتمع واهله يساعدوا؟ لكن في اول شيء شويه وقايه فينا نعمل، ما فينا ناخر العمر، بس فينا هالشخص بس يوصل لعمر متاخر يكون صحته الجسديه كثير منيحه. يعني اذا هو بيعمل وقايه لوضعه الجسدي، اذا عنده اي مشكله جسديه من ارتفاع ضغط لسكر لأي شيء تاني بيهتم فيها بكير، هذا بيعطيه وقت أكثر، بيكون بصحة منيحة، نوعية الحياة بتكون أحسن. لنقول شخص سبعيني نوعية الحياة كتير ممتازة بعدها مقارنة مع شخص سبعيني مثله بس مهتم بحاله. فهون نوعية الحياة بتفرق كتير. العائلة فيها تعطيه شوية، أول شيء بتحفزه انه يعمل عناية لجسمه، ثاني شيء بالتعاطي مع الناس هذا التحفيز كمان ذهني، يعني الاجتماعيات وكون الشخص اذا كان زوجته معه او المرأة اذا زوجها معه هذا بيعطي عمر اكثر، بيعطي نوعية حياة اكثر. الحركة الذهنية اذا بيعمل اشياء مثل هوايات او قراءة او حتى بيلعب بالورق او اي شيء من هالنوع يلي فيه تشغيل ممكن تساعد، فكل هالعوامل كوقاية بيقدر يعمل اشياء، بيحمي جسمه وبيحمي ذهنه وبيحمي دماغه من انه يتضعضع، هذه بالوقاية. هلا وقت يصير مشكل جسدي او بلش عنده نسيان او شيء من هالنوع بيقدروا الاشخاص اللي حواليه يساعدوه بحاله. الاشخاص اللي حواليه اول شيء بدهم يتسقفوا عن الوضع اللي عنده اياه، لان في ناس ما بيعرفوا كيف يتعاطوا مع هالحالات، اول شيء يعملوه انه يسالوا حدا او يقروا، في عندنا هلا امكانيه واحد يقرا كثير. اكيد. فبتسقفوا عن الوضع ان كان هو الزهايمر او اي نوع من الخرف او هو انكاباسيتي بالمشي بالعضلات بالمفاصل بالحركه، كل هالاشياء هيدي. اذا اشياء بالبيت عم يفقد مثلا توازن او عم يوقع او شيء من هالنوع بسبب ضعف او مفاصل او باركنسون او شيء من هالنوع، بحصنوا البيت ما يصير في مجال للحوادث. فالوقاية أو العلاج بيكون للوضع الجسدي بالدرجة الأولى والوضع النفسي مع بعضهم، وبيقدروا يتناوبوا العائلة كمان أنه يساعدوا المسن. بيجي لعندكم حالات مسنين ولا بيقولوا أنه خلص صرنا بعمر نحن، وكمان يعني كبار السن ما بيتقبلوا أنه يروحوا بمجتمعنا الشرقي، ما بيتقبلوا يروحوا عند حكيم مثل ما بيقولوا معالج معك حق. هلأ بالنسبة للمجتمع تبعنا كلهم ما بيحبوا يروحوا، مش بس المسنين. لا مش بس المسنين، في عنا حساسية، في مع الأسف شوي سوء يعني نظرة سيئة للوضع النفسي، بيعتبروه أنه إذا راح عند الطبيب بيكون هو يعني شبه معتوه أو شيء،
واللي هو مش الحقيقة. نحن عندنا خلل مهم، والحقيقة مش هيك. الحقيقة أنه كتير ناس إن كان هني تلاميذ بدل مساعدة، إن كان هو مسن عنده ديبريشن أو شيء من هالنوع، إن كان شخص عنده مشكلة مع زوجته، كل هالحالات تستفيد من هالشيء. لا بيجي بس بعض الأشخاص بيجي عندهم مشاكل بالذاكرة، أكتر شيء اللي بيتقبلوا علاج وما بيعتبروه كتير نفسي هو الخلل بالذاكرة، بيعتبروه أكتر جسدي نيورولوجي، بس هو فعليا مشترك، هو جسدي ونفسي يعني. فبيجوا ناس بيحاولوا يحسنوا ذاكرتهم أو بيكون عندهم نوع من الاكتئاب بسبب إما الذاكرة أو شيء تاني بجسمهم بلش يتضعضع. فبيجينا هالحالات وعلاجها مثل أي اكتئاب تاني. إذا المريض بيقدر يعمل علاج نفسي بيكون أحسن، إذا ما قادر بس بيتقبل. طب بينفع العلاج النفسي دكتور بهالمرحلة من العمر خاصة إذا كان مسن؟ ليش لا؟ لأنه في عنا علاج نفسي للناس اللي بيفقدوا حدا، هذا grief counseling. في عنا علاج نفسي للناس يلي هني وزوجتهم أو شريكهم عندهم مشكلة، وعنا علاج نفسي للمسنين حسب الحالة. والمسن أكتر علاجه النفسي هو خسارة الناس اللي حوله، وقت اللي بيخسر أكيد. الناس اللي حوله بتأثر كتير. هذا grief counseling يعني العلاج للحزن يلي أو الحداد أو شيء من النوع. فأكيد العلاج النفسي بيفيد وبيحسن نوعية ما تبقى من الحياة. يعني إذا المسن عنده بعد 5 سنين أو 10 سنين أو 6 سنين أو سنتين شو ممكن تكون، بضل فينا نحسن الكواليتي النوعية تبع الحياة ما تبقى من الحياة. فبفتكر الفكرة أنه كون الشخص مسن ما بقى بين قوسين ما بقى حرزان، هذه فكرة يعني ما منيحة للمسن وما منيحة للأهل. فلا دائما بفتكر دائما في مجال للتحسين، ووقت لي واحد يعني بيوصل عوقته بيوصل عوقته، بس لازم نحن نجرب قد ما فينا كل ما تبقى من وقت نعطي نوعية حياة فضلة. ما لازم نقول انه خلاص حتى كمان فينا نفكر هو واحد ما بيعرف امتين وقته، فلازم دائما نحن والمسنين نحسن حياتنا خاصة النفسية. مع الأسف احيانا بشوف حتى بالدوائر الطبية انه بس يكون واحد مسن العناية شوي بتخف والحماس لمساعدته بتخف، هذا الشيء مؤسف كتير. بس هلا شوي شوي عم بيصير فكرة الطب الجيرياتريك ميديسن والجيرياتريك سايكاتري، يعني طب المسنين وطب نفسي المسنين وعلاج نفسي المسنين إلى آخره، صار عم ياخد شوي حيز أكبر وعم ياخد يعني بقعة بالعلاجات لحاله، مثل ما في طب أطفال وإلى آخره. صار في هلا مقطع للمسنين بيركز على مشاكل خاصة بالمسنين، نوعية الأمراض اللي عندهم، الأمراض الجسدية والنفسية والوقاية والعلاج كله سوا صار متكامل. يعني بنتمنى انه دائما الاشخاص يفكروا انه حتى لو تبقى شهر او شهرين او سنه بده الواحد يكون يعطي المريض احسن فرصه يكون بخير. نعم. هلا اذا صار المسن او المتقدم شوي بالعمر جد ام جدي وصار عنده احفاد، هذا الشيء ما بيساعده، خاصه انه هون كمان عم بحس انه عم بيرجع يتحمل مسؤوليه، عم بيرجع يعيش الامومه او الابوه من جديد. المسن بتحسن كتير بالاجتماعيات، إن كان هي بالحلقة الكبيرة المجتمع أو بالحلقة الضيقة يعني عائلة زواج زوجته أو أولاده أولاد أولاده. هذا الشيء استاتيستيك يعني بالإحصائيات بنشوف إن اللي عنده عائلة أو عنده ناس بيحبهم وبيحبوه كتير وضعه أحسن جسديا ونفسيا من المسن اللي منعزل، يعني بسبب من الأسباب عايش لحاله أو بس بطريقة كتير معزولة. كونه عم بيهتم بالولاد الصغار ممكن إما يتعبوا حسب حالته أو يعطيه حافز إنه يكون عنده هدف بهالفترة من عمره، هدف غير الشغل وغير الأشياء، إنه يهتم بهالأولاد. فبأكثر الحالات بيكون هذا شيء إيجابي اللي عم تقوليه، إنه يكون عنده حدا يهتم فيه من أطفال يعمل بيبي سيتنج إلى آخره. نعم. بعض المسنين بيكون حالتهم النفسية ما بتتحمل المسؤولية والأصوات وإلى آخره، بس بيعتمد، ولكن الأكثرية بيستفيدوا من هالوضع هذا. نعم. دكتور نحن دائما نستفيد من افكارك والمعلومات اللي بتعطينا اياها، بدي اتشكر وجودك معنا واكيد فيكم. رح يكون لنا لقاءات ثانيه معك. مشاهدينا بعد الفاصل رح نكون مع المعالج الفيزيائي نيكولا ناوس، بدي اتمنى عليكم ضلكم عم تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه، رح توقف مع الفاصل الاخير.
رجعنا لكم مشاهدينا ووصلنا الى الفقره الاخيره من حلقه اليوم من صحتك بالدنيا. بدي ارجع اذكركم انه للتواصل معنا فيكم تتواصلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر، او اذا كان عندكم اي سؤال حابين تطرحوه على ضيوفنا ما لكم الا تتصلوا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. بدي اذكركم اعزائي المشاهدين اذا كنتم حابين تعيدوا هالحلقه وتحضروها مره ثانيه، او اذا كنتم حابين تحضروا حلقات سابقه من صحتك بالدنيا فيكم تحضروها على اللينك اللي عم يمرق باسفل الشاشه. اما هلا ما راح طول عليكم، راح نستقبل نحن وانتم المعالج الفيزيائي نيكولا نعوس. اهلا وسهلا فيك نيكولا. اهلا فيك. كيفك اليوم؟ صباح تمام. نيكولا، كيف ممكن مساعده المسن من خلال العلاج الفيزيائي؟ كلنا بنعرف انه المسن اول فتره من حياته بيكون نشيط، بس يوصل لفتره كبر بالعمر صار شوي مسن، بصير حركته تخف، مفاصله تشد اكثر، التوازن بيخف، فمشان هيك بيصير اكثر قاعد بالبيت منغلق على حاله، راسي اكثر على التخت. نحن شغلتنا اكثر شيء نشتغل على نرجع ننشطه كله سوا، نحركه قد ما فينا كرمال يرجع يضل عم يقدر يقوم يحرك بالبيت ويضل صلب ويتكل على حاله. طيب، قلنا ان المسن مثل ما حضرتك هلا عم بتقول بيعاني من الام بالمفاصل ووجع ظهر واكثر من مرض يعني، طيب هلا العلاج الفيزيائي ممكن يساعده بهالحالات؟ اكيد العلاج الفيزيائي بيشتغل على كذا شغله. هلا بدنا نشوف بالضبط هو كمسن شو المشكله الاساسيه اللي عنده. اوقات بيكون عاده الامراض اللي نحن بنشتغل اكثر شيء هن باركنسون، الزهايمر، فيليج. زياده عن هيك نحن اكثر شيء بنشتغل عند المسن اوجاع المفاصل بيكون بسبب التكلس يلي بيجي مع الوقت. بنشتغل له على تصلب المفاصل من رخيله، هن تقويه العضلات، بنشتغل توازن قد ما فينا. هو اكثر قصص يعني هون اكثر شيء بيشتغل العلاج الفيزيائي على تقويه العضلات والمفاصل. مزبوط، عند المريض المسن يلي ما بشي هو بس انه صار اكثر قاعد بالبيت راسي على التخت، بنشتغل على هول القصص، تقويه عضلات، ترخيه مفاصل، توازن. اكثر شيء ما بنفوت نعطيه نصائح كرمال وين عم يطلع، ينتبه وين عم يدعس، لانه هول كثير بياثروا، لانه اي وقعه بتصير لقدام بترده للختيار لورا وفيها تقضي على حياته. نعم، طيب إلى جانب عدم الحركة والبطء بالحركة والعوامل اللي حكينا عنها والأمراض اللي حكينا عنها، المسن بيصير عنده حالة نفسية كمان، صح. هل العلاج الفيزيائي بيساعده بهالحالة؟ العلاج الفيزيائي نحن إذا بدك بالعلاجات أكثر أشخاص بنكون قراب من المسن، لأنه الحكيم بيشوفه للمسن ربع ساعة ثلث ساعة وبفل المسن على بيته، بينما نحن أكثر شيء نقعد معه تقريبا كل جلسة بجلستها فيه عم نقعد، فنحن بنفوت ان كونتاكت معه، بصير عم نحكي معه، بيتذكر، بصير هو يحكي معنا، يعطينا نصائح، اخبار كان يقطع فيها، فبصير في مثل علاقه وطيده بينه وبينه للمسن، مشان هيك نحن نفسيا بنأثر عليه كثير منيح. نعم، خلال العلاج الفيزيائي بحب بصير يحكي اكثر، ما بحس حاله منعزل لحاله، كل هول العوامل بتساعد كرمال يحس عنده ثقه بصير بينه وبينه، فبصير اكثر عم نحكي. طيب، اوقات بيوصل لمرحله المسن ما بيقدر يقوم بقى بالحركه او مزبوط. يمشي، هل انتم بتقوموا بزيارته وبتعملوا العلاج الفيزيائي بالبيت، او لازم العلاج الفيزيائي دائما يكون بالعياده عندكم؟ هلا بالمبدا نحن في عندنا نوعين من العلاج الفيزيائي، في يا المسن بيروح على دار للعجزه بيكون جواته هالدار بيقعد بينام وبيعمل بينزل بيعمل علاج فيزيائي، او يلي مش قادرين يدفعوا هالكلفه بيجي حدا لعندهم على البيت معالج فيزيائي بيطلع لعندهم على البيت، لانه المريض ما بيقدر يقوم على عندهم يحرك ويقوم على على السنتر. فمشان هيك وهل بيكون العلاج نفسه والمفعول نفسه؟ العلاج تقريبا يعني نفسه، فينا نجيب كل الماتريال اللي هو بحاجه لها حسب الكا تبعه وما في مشكله، فينا نشتغل عنده بالبيت. لا بل احسن نحن نفضل نشتغل بالبيت، لانه فينا بالبيت نطلع على ديكور بيته، نشوف مثلا في محلات اذا السجاده عاليه، في نعالات، الاناره خفيفه، فينا نلفت له نظره للمريض كرمال ما اذا بلش يمشي ما يوقع لقدام، لانه اذا لحق وقع بترده لورا كثير هالمشكله. طيب، وقت نقوم بالعلاج الفيزيائي هل بيكون في مثل فتره زمنيه محدده للعلاج، او هذا العلاج بده يمتد لاخر حياته؟ هلا كل حاله بحالتها، بس بالمبدا انه يلي قاعد بالتخت راسي بصير منه كثير نشيط، فنحن بنتفق مع الاهل بالمبدا بنعمل كذا جلسه بالاسبوع على فتره زمنيه طويله، اذا حس حاله انه صار منيح وعم يقدر يحرك لحاله بنضلنا على القليل نطلع عليه مره بالاسبوع لنشوف اذا عم يعمل حركات مزبوط، عنده اي سؤال لنا، وفيها تروح لابديه يعني كل مره بالجمعه بنروح لعنده بنشق عليه بنطلع شو بحاجه له وبنشتغل ما في مشكله معه. طيب، يعني قديه لازم الفتره الزمنيه تكون بين علاج وعلاج او بين زياره وزياره؟ بالمبدا فينا نروح مرتين لثلاث مرات بالاسبوع لعنده باول فتره. نعم. العلاج بس يصير احسن، فينا نخفف لمره بالاسبوع بتصير مثل انتريتيان، بس بنروح بنشوف شو في عنده قصص مشاكل عم بيواجهها اذا الحركات. نعم. عم يعملها. طيب، فينا نشوف نحن وياك كيف ممكن تساعد المسن بالعلاج الفيزيائي؟ تفضل.
هلا اول شيء نحن حنشتغل على تليين المفاصل، رح نحرك له مفاصل ايديه لانه كثير مهم مفاصل ايدين ليقدر يلقط. بتكون الجلسه دائما على القاعد؟ هلا فيك حسب الكا، في يكون على شايو نايم وافضل يكون على القاعد اذا بيقدر، لان فينا نشتغل بين الاثنين. هلا اول شيء حنشتغل على تليين المفاصل الايدين لانه مفاصل الايدين مهمين كرمال يلقط، اذا بده يلقط شيء بده يحمل يمسك يشرب يستعمل، يعني هو يقدر يكون اوتونوم بحياته. نعم، كم مرة بنعملها؟ فينا نروح لخمس ست مرات كل مرة بكل مفصل من مفاصل بين ايدي واجري. وهون نحن بنكون نحن عم نشتغل مع المريض الكوع. هلا عم نشتغل على الكوع. نعم، نحن عم نحكي بنكون عم نحكي مع المريض، نحن عم نشتغل له هيك، فينا نسأله عن حياته. نعم. عن كيف نمط حياته، عم يشتغل، عم بيقوم، عم يحرك بنهار ولا لا، هيك كمان بتوطد علاقة بيننا وبينه. نحن وعم نكمل علاج المفاصل، في كاتيا من لبنان بتسألك سؤال. أهلا وسهلا فيكي كاتيا. بونسوار. بونسوار، أهلا وسهلا. بليز بدي أسأل المعالج الفيزيائي، عندي مريض بالبيت يعني أجي شوي المدام. نعم. ألو. أيوة ألو. نعم، عندك مريض بالبيت؟ نعم شوي أجي. عمره بال 65 68 تقريبا. نعم. بتضلها نايمه، بتضلها نايمه ظهرها هيك بتحسي كانه معقور او شيء. نعم. في شيء ممكن يساعد هالحاله؟ المدام الفرشه اللي عم تنام عليها، المدام فرشه مي ولا فرشه سفنج ولا كيف؟ لا فرشه عادي. لا لازم تغيري لها الفرشه، فرشه المي كثير منيحه كرمال العقر، طبعا نخفف العقر لانه المي بيصير يمشي بال تحت المريض ساعتها ما بينعقر. واهم شيء كل ساعه ساعه ونص لازم نحرك المريض بكذا اتجاه كرمال نقعده ونبرمه كرمال نخفف هالعقر، ولازم يشوف حكيم كرمال العقر لانه بينحط له دواء وبيتسكر. هون العلاج الفيزيائي ما بيساعدها بهالحاله؟ بلا اكيد العلاج الفيزيائي مهم لها، لازم تراجعي حكيمك مدام ترجع، يمكن اكيد بيطلب لك علاج فيزيائي. بدي اتشكر اتصالك، ومثل ما قال لك العلاج الفيزيائي هو كمان الحل لمساعدة المريضة اللي عندك بالبيت. هلا خلصنا تليين مفاصل الكتف، الايد يعني هون الكوع والكتف. هلا حنشتغل تقوية عضلات الاجرين لانه الاجرين مهمين كرمال يقوم يحرك يقدر يحرك. اوكي يلا رح نطلب اول حركة، يعلي اجره لعندي، واحد اثنين ثلاثة، هو بده يعلي اجره. اربعة وخمسة. كمان نعملها للميل الثاني. للميل الثانية نرجع نطلب منه يشد اجره لبرا، واحد. وانت بتكون بهالوقت عم تشدها بايدك لجوا. هلا قديش هو قادر يعمل حركات، اذا صاروا هنيين فينا نشد نزيد قوة الشد كرمال نمنعه من يقوم الحركة لبرا. نرجع بنحط ايدنا لجوا. كمان نفس الشيء لميل الجوا. اثنين ثلاثة أربعة. نحن رح نكمل علاج الفيزيائي معك نيكولا بالاستوديو، وبدي اتشكرك بهذا الوقت، بتشكر حضورك واكيد رح بيكون لنا لقاءات ثانيه معك. بدي اتشكر متابعتكم مشاهدينا، وبدي اتشكر اكيد فريق العمل اللي رافقنا خلال هالحلقه. لقائنا بيتجدد بكره بنفس الوقت، باي باي.